صباح الإيجابية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأجمل صباح لكل من يشاهدنا. صباح الخير والمحبة وين ما كنت، وصباح مليء بالنشاط والحيوية مع حلقتنا اليوم المميزة في نهاية الأسبوع. وفي بداية الأمر أحب أن أصبح على زميلتي منيا وأقولها صبحك بالخير. صباح النور لك هاشم، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا، وإطلالة جديدة ومميزة وأيضا فقرات كثيرة ومتنوعة راح تكون معنا اليوم، إن شاء الله تنال على إعجابكم. شنو عندنا اليوم؟ اليوم عندنا لقاء أنت راح تقدمينه بإذن الله، راح يكون مع الدكتورة أماني الطبطبائي، وراح تتكلم عن اليوم العالمي للمسنين والمسنين بصورة عامة. وانا نعم. شو راح يكون عندي؟ انت راح يكون عندك لقاء مع الاستاذ مشاري الضفيري، راح يتكلم عن حملة من اجل صحتهم اللي هي بمناسبة العودة للمقاعد الدراسية، وشلون نحافظ على صحة الطلبة في هذه المرحلة، ونعطيهم شوية من الاجراءات الاحترازية اللي تحفظهم ان شاء الله في العودة للمدارس. اي نقول باذن الله اللي حاب انه يتعرف اكثر واكثر على هذين الموضوعين يتابعنا لنهاية حلقتنا، وشوف شو اللي راح نقدمه في برنامج صباح الخير يا كويت. فاصل ومنيا راجعت لكم ان شاء الله بالصحة، فخلكم معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. قبل ما ندخل في جولتنا اليومية للصحافة المحلية، ننوه أن أعلنت وزارة الصحة أمس عن تأكيد إصابة 33 حالة جديدة وتسجيل 40 حالة شفاء، ولم تسجل أي حالة وفاة بسبب مضاعفات كورونا خلال 24 ساعة الماضية. هذا التطور والتحسن الملحوظ في الوضع الصحي في دولة الكويت ولله الحمد جاء بفضل من الله تعالى وجهود الكوادر الطبية التي ما زالت مستمرة في عطائها، بالإضافة إلى تعاون ووعي جميع المواطنين والمقيمين والالتزام بأخذ التطعيم والالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية، فلنستمر جميعا في هذا الالتزام. نبتدي معكم صحافتنا المحلية مع جريدة الرأي. سموه وجه السلطتين إلى تهيئة الأجواء لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون. الأمير تحاوروا وانبذوا الخلافات. باستخدام صور جوية وفضائية عالية الدقة، تعاون بين الأبحاث والدفاع لتحديث خرائط الطبوغرافيا. جريدة الجريدة. تسريع الإنجاز للمشاريع التنموية والارتقاء بخدمات المواطنين. وضع التصورات والآلية الفاعلة لإدارة وتطوير الجزر وجعلها معلما سياحيا جاذبا. المؤسسة العامة للرعاية السكنية، استحداث نظام إلكتروني لأداء المهام الإدارية. الهيئة العامة للقوى العاملة، 12,000 طالب استفادوا من برامج التدريب الصيفية منذ 2004. ننتقل إلى جريدة القبس. لجنة عليا لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2021. صفر وفيات بكورونا في الكويت للمرة الأولى منذ 8 أشهر. جريدة الكويتية. الجمارك تدشين أجهزة سميث لفحص الأشخاص والأمتعة بنويصيب. الداخلية لقائدي المركبات، التزموا بمعدلات السرعة عند تقاطعات الإشارة الضوئية. جريدة الأنباء. البيئة أطلقت تقرير تقييم الاستهلاك والإنتاج المستدامين بالتعاون مع الأمم المتحدة. كفاءة الطاقة وإدارة النفايات أولوية في رؤية 2035. الجمعية الكويتية لحماية البيئة شاركت في الاجتماع التشاوري والتنسيقي للزراعة. البيئة، زراعة تجميلية بأشجار في البيئة الكويتية في المناطق السكنية. انتهت جولتنا في الصحافة المحلية، فاصل ونعود لفقرات صباح الخير الكويت، خليكم معنا.
من منطلق أهمية تعزيز الوعي الصحي في البلاد ومع قرب عودة الطلبة والطالبات للمقاعد الدراسية، تقوم الهيئة العامة للرياضة حملة توعوية تقيمها صحية تحت شعار معنا أو معا من أجل صحتهم. والمعرفة المزيد عن الحملة وأهم أهدافها وتطلعاتها، يسعدنا أن يكون معنا اليوم مشاري مشعل الضفيري، رئيس قسم التوعية الرياضية الصحية في الهيئة العامة للرياضة. نقول له حياك الله، منورنا ومشرفنا. الله يطول عمرك أخوي هاشم. يطول سلمك. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى من اتبعه بالإحسان إلى يوم الدين. بهذه المناسبة أحب أن يتقدم إلى المغام السامي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ذلك مناسبة مرور عام على توليه مغاليد الحكم. سأل المولى عز وجل أن يمن على سموه في موفور الصحة والعافية. أمانة أخوي هاشم، منطلق حرص الهيئة العامة للرياضة وممثلة في قطاع الرياضة الجميع وترجمة منهجية تعزيز الوعي الرياضي الثقافي المجتمعي، قمنا في إعداد الحملة معا من أجل صحتكم اللي تحت شعار عودة بوقاية. جميل جدا. والأمانة الحملة يعني كانت في اهتمام بالغ من قبل معالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة وشؤون الشباب السيد عبد الرحمن المطيري، وسعادة مدير عام هيئة الرياضة الدكتور حمود فليطح الشمري، والوكيل القطاع المعني في قطاع شؤون الرياضة الجميع السيد عبد مشعل سعود الهدبة. أمانة يعني الحملة أخذت جهد، بس الحمد لله أن مساء اليوم إن شاء الله في تمام الساعة 12 المساء راح يكون المؤتمر الصحفي عن انطلاق الحملة في مقر الهيئة العامة للرياضة بإذن الله. لو نتكلم عن شنو هي أهم الخطوات لنجاح هذه الحملات وتقبلها من قبل أفراد المجتمع، شو راح تقول لأخوي مشاري؟ طال عمرك أخوي هاشم، إحنا فكرة الحملة هو يعني في ظل وجود الجائحة العالمية كورونا، ومثل ما تخابر إن إحنا صار لنا تقريبا على مدى سنة ونص والجائحة لا زالت متواجدة معنا حتى هذه اللحظة، والأغلب من أبنائنا الطلبة عندهم ردة فعل. صحيح. فكون إحنا كقطاع الرياضة الجميع، قطاع الرياضة الجميع في الهيئة العامة للرياضة من إدارة التوعية العامة، عندها منهجية في تعزيز الوعي الثقافي المنهجي الاجتماعي. من خلال الإدارة هذه قمنا في إعداد حملة من أجل صحتكم. جميل جدا. لو نتكلم وتعطينا فكرة عن حملة معا من أجل صحتهم، وقت انطلاقها، الأهداف المرجوة منها، شلون أنت وراح خلنا نقول تسوون implementation تطبيق لهذه الاستراتيجية اللي أنت وحاطينها كهيئة عامة للرياضة عشان نوخر عن ردة الفعل السلبية اللي أنت قلت لي عنها، فش اللي راح تسوونه؟ احنا أمانة أخوي هاشم تم التنسيق مع عدة جهات حكومية، أنا بذكر لك من ضمنها وزارة التربية. الأمانة وفروا لنا وسخروا لنا كافة الإمكانيات اللي عندهم. احنا في إن شاء الله في المؤتمر الصحفي راح نعلن عن الفلاش التوعوي اللي تم تصويره في مدرستين للبنين والبنات، مدرسة بحرة الابتدائية في اليرموك ومدرسة بلال بن رباح البنين في منطقة شمال الصيبيخات. الأمانة وزارة التربية سهلوا علينا أمور كثيرة، وفرونا المدارس في كامل طاقتهم الإدارية والطلبة. وفكرة الفلاش طال عمرك هو بث روح الطمأنينة إلى أولياء الأمور الطلبة، كون أن الطلبة خصوصا الابتدائي المتوسط، ممكن طلبة الثانوية الاختبارات الثانوية عاشوا الحياة هذه أثناء الاختبارات، توتر وضغط نفسي ماكو عليه يعني. إيه، فهذا شيء جديد عليهم. فإحنا من خلال الفلاش التوعوي اللي سويناه هو راح يكون شرح كيفية دخول الطلبة من بداية المدرسة وشو الإجراءات المتبعة داخل المدرسة. حلو. وهناك في اكتشفنا أن في أكو غرف للعزل في حال أن إصابة أحد الطلبة، في هناك لجنة في كل مدرسة تقريبا من معلمين أو ثلاثة في كل مدرسة، في حال اكتشاف أحد الطلبة اكتشاف الإعراض ولا شيء يتم عزله في هذه الغرفة.
أمانة اكتشفنا أن في ترتيبات كثيرة يشكرون عليها وزارة التربية. جميل جدا، يمكن هذه هي طبيعة البرامج والأنشطة اللي راح تقومون فيها في هذه الحملة بإذن الله. لكن أنت ذكرت لي موضوع مهم جدا وأنا بعول عليه أخوي مشاري. نعم. وهو موضوع ردة فعل الطلبة، سنتين ما راحوا، خلنا نقول أتندنس أو حضوري، فلما أنت تجي الحين من بعد هذه السنتين والأونلاين وهذا تدخلهم بالمدرسة، هناك فروقات خلنا نقول في التعليم بين طالب وطالب، الرهبة تختلف من طالب أكيد. وطالب يبقى أن يستوجب أن يكون في دور إرشادي من قبلكم للمعلمين أيضا. هل هذا الدور موجود أن أنتم قاعدين توجهون المعلمين تعاملوا مع الطلبة بهذه الطريقة؟ هل هذا الدور موجود بينكم وفي في 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 تواصل بينكم بين المعلمين؟ إحنا كهيئة عامة للرياضة ممثلة في قطاع الرياضة الجميع، وتوجيهات من القيادة عندنا في الهيئة العامة للرياضة على رأسهم الدكتور حمود فليطح شمري وكل قطاع الرياضة الجميع، كذلك أيضا مشعل سعود الهدبة، على منهجية إدارة التوعية العامة وهو نشر التوعية الرياضية الصحية الثقافية المجتمعية. صحيح. من خلال الحملة إن شاء الله بعد انطلاقها راح يكون عندنا عدة جولات على كذا مدرسة تم ترشيحها من قبل وزارة التربية، وكذلك عدة جامعات خاصة، وكذلك الجامعات الحكومية. سيكون من خلال الجامعات هذا عمل محاضرات توعوية لنشر الوعي بشكل كامل على جميع الفئات المستهدفة. جميل جدا. في رسالة يعني دائما تكون مبطنة زين لأي حملة من الحملات التوعوية أو غيرها من هذه الأمور، شنو الرسالة اللي أنتوا حابين توجهونها اليوم كهيئة عامة للرياضة لطلبتنا عن طريق التلفزيون، عن طريق الحملات التوعوية اللي أنتوا تسوونها، عن طريق خلونا نقول شغلكم الحلو اللي دائما أنتوا تسوونه؟ الله يطول لي عمرك. للأمانة أنا رسالتي حق أبنائي وأبنائنا الطلبة أنهم إن شاء الله يقبلون على عام دراسي جديد، وبإذن الله أن هذه الجائحة ما راح تطول بإذن الله، وإحنا موفرين لهم كافة سبل الراحة ومادين يد العون على جميع الفئات. والأمانة يعني عشان السادة المشاهدين وأخوي هشام يكونون على بين، الحملة كانت اهتمام بالغ من قبل معالي الوزير الحمد لله الدكتور حمود والدكتور مشعل سعود الهدبة على تسخير كافة العقبات اللي تواجه فريق الحملة من أجل صحتكم. الحمد لله، يعني للأمانة هذا دائما عشمنا فيكم، ودائما أنتوا تقدمون الشيء الجميل والزين واللي فيه الصالح لمجتمعنا. أخوي مشاري مشعل الضفيري رئيس قسم التوعية الرياضية الصحية في الهيئة العامة للرياضة، شكرا لك وعلى وقتك وعلى هذا الكلام الطيب اللي أثريتنا فيه الصراحة. يطول لي عمرك، وإحنا يطول. بالخدمة إن شاء الله، وبإذن الله الساعة 11 راح يكون المؤتمر الصحفي بإذن الله. من خلاله إن شاء الله راح نعرض الفلاش التوعوي، وهذه كفكرة الفلاش هو بث روح الطمأنينة حق أولياء الأمور اللي عنده عيال، ويقول لك أنا شلون أقبل على عام دراسي وشلون أمن على وضع عيالي. أنا أقول لهم أبشر بالخير إن شاء الله أن الأمور طيبة في ظل وجود القيادة السياسية، عسى الله يحفظهم إن شاء الله ويطول في عمرهم. اللهم آمين. كل شكر لك أخوي مشاري. فاصل وبعدها نتواصل معاكم مع الدكتورة أماني الطبطبائي وزميلتنا منية الحجي، وحديث عن المسنين، شنو فيهم المسنين وش اللي راح يتكلمون عنه، هذا اللي راح نعرفه بعد الفاصل بإذن الله. خلكم معنا.
حياكم الله من جديد مشاهدينا. يحتفل العالم غدا الأول من أكتوبر باليوم العالمي للمسنين. هذا اليوم اللي أقرتها الأمم المتحدة لإيمانها بالدور والمساهمات المهمة اللي قدمها كبار السن للمجتمع، وأيضا لزيادة الوعي بفرص وتحديات الشيخوخة في عالم اليوم. بهذه المناسبة يسعدنا أن اليوم تكون معنا الدكتورة أماني السيد عبد الرزاق الطبطبائي، دكتورة في إدارة ورعاية المسنين وعضو في الاتحاد الدولي للشيخوخة. صباح الخير وحياك الله دكتورة. صباحكم الله بالنور، وأنا سعيدة جدا بهذا اللقاء الذي صادف اليوم العالمي للمسنين. وإحنا أسعد بوجودك ويانا. في البداية دكتورة، كلمينا عن أهمية وجود وتخصيص يوم عالمي للمسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يوم العالمي للمسنين إن شاء الله بكرة راح يصادف 1 أكتوبر. هذا اليوم أقرته الأمم المتحدة، وكان في بداياته في سنة 1990، وكان أول احتفال بهذه المناسبة كان 1991. طبعا دولة الكويت الحمد لله يعني تأخذ بهذه المحافل الدولية وتحتفل أيضا بكبار السن الموجودين في دولة الكويت، والتي يقارب عددهم إلى تقريبا 62 ألف مسن كويتي موجود على أرض الكويت. نعم. طبعا يمثلون هما نسبة 3% من سكان الكويتيين. يعني نقدر نقول أن الشعب الكويتي أو المجتمع الكويتي مجتمع شبابي أكثر. صحيح. لكن هذه النسبة من الشباب سوف يأتي يوم يكونون من كبار السن. أكيد، وهم الخير والبركة أكيد في هذا المجتمع وفي غيره من المجتمعات. دكتورة، خلينا نتكلم عن أهم التحديات اللي ممكن تواجه المسنين في عالم اليوم. هو الأمان هناك الكثير من الدراسات التي يعني أخذت هذا الجانب، لأن دائما يذكرون أن كبار السن هي الفئة التي يعني تأخذ جانب التمييز نوعا ما، يعني عدم تسليط الضوء عليها. أكثر شيء يكون في تسليط الضوء على الشباب، على الأطفال. لذلك هذا التحدي يعتبر ليس على المجتمع الكويتي فقط، ولكن على مستوى الدول العربية. لذلك تحرص الأمم المتحدة على تمكين كبار السن في دول العالم. من هذه التحديات أيضا التوعية بالناحية الاجتماعية والنفسية للمسن. الآن نرى الاهتمام الزائد من ناحية الصحية، ولكن هناك يعني قلة من الدراسات التي ناقشت الجانب الاجتماعي والجانب النفسي، وحث المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في تفعيل هذه الدراسات والتوصيات التي أقرتها يعني لاحقا. نعم. طيب دكتورة، في بداية اللقاء ذكرتي أن دولة الكويت حريصة أيضا على رعاية هذه الفئة، على الرغم من أنها مو فئة كبيرة في المجتمع، يعني 3% لا تعتبر فئة كبيرة في المجتمع، ولكن أيضا مؤسسات الدولة لديها حرص على هذه الفئة. فشلون نبي تقييمك لحرص دولة الكويت ومؤسساتها على هذه الفئة من كبار السن؟ الجهة المعنية برعاية كبار السن عندنا جهتين، هي وزارة الصحة وعندنا وزارة الشؤون الاجتماعية. نعم. للأمانة وزارة الصحة يعني تعطي الاهتمام الكبير بفئة كبار السن. هناك مراكز الآن موجودة لكبار السن في المستشفيات، في مستشفى مبارك، في مستشفى الأميري وأيضا الجهرة. هناك الكثير من المراكز الصحية موجودة في المستوصفات. أما بالنسبة لوزارة الشؤون، فالإدارة المعنية بالرعاية والاهتمام بتقديم هذه الخدمات لجميع كبار السن في دولة الكويت هي إدارة رعاية المسنين. والأمانة الإدارة تبذل جهد كبير في إعطاء أولوية واهتمام وتسليط الضوء عليها في المجتمع الكويتي، وتتعاون أيضا مع جمعيات النفع العام، الجمعيات الأهلية، لتفعيل دور كبار السن في دولة الكويت. ممتاز. لك تعامل مباشر مع كبار السن بحكم عملك وأيضا بحكم دراستك، فنبي تعطينا فكرة وصورة لنا وللمشاهدين عن أهم الاحتياجات اللي ممكن تكون عند كبار السن وإحنا ما نتلمسها أو ما نعرفها. يعني أكيد لهم احتياجات خاصة فيهم هما بحكم السن. يعني صحيح، يعني أنا يعني نتيجة عملي مع كبار السن 18 سنة، وآخر 4 سنوات كنت مديرة إدارة رعاية المسنين.
يعني كبار السن يحتاجون الكثير من الاهتمام. هناك صحيح رعاية طبية، تكثيف الرعاية الاجتماعية والنفسية لهم موجود، ولكن يحتاج إلى توفير بعض الكوادر المتخصصة لرعاية كبار السن من موظفين في وزارة الشؤون، وأيضا يعني متابعة التوصيات الخاصة ب يعني الدراسات والمؤتمرات التي تقوم على يعني دراسات يعني بحثية ميدانية سواء كان في دول الخليج أو في الوطن العربي، وأخذ هذه التوصيات والعمل بها داخل إدارة رعاية المسنين. لذلك يعني أنا أشوف أن يعني كبار السن في الحمد لله في نعمة كبيرة، العدد قليل في إدارة رعاية المسنين، الآن وصل عددهم إلى 17 حالة في مركز فرح. الحمد لله ما في دخول لحالات، المجتمع الكويتي مجتمع مترابط ويعتمد على الأسرة الممتدة إلى الآن الحمد لله. الحمد لله. لذلك يعني أنا أرى أن يعني دور الأسرة كبير في يعني حماية المسن، أيضا دور المؤسسات الاجتماعية والمجتمع المدني له دور كبير في مساندة الأسرة في رعاية كبير السن. ممتاز. طيب ذكرتي في أثناء إجابتك عن مستوى الخدمات المقدمة، وأن تطمحين إلى تطوير هذا المستوى من الخدمات المقدمة للمسنين. شلون نقدر نرفع كفاءة هذا المستوى من الخدمات، وأيضا كفاءة العاملين في مجال رعاية المسنين؟ نعم، هناك الكثير من الدورات الآن موجودة خاصة مع أزمة كوفيد، هناك الكثير من الدورات عن طريق الأونلاين. لذلك أدعو يعني العاملين في إدارة رعاية المسنين وأيضا المهتمين من يعني المجتمع المدني في رعاية كبار السن، الأسر، الأبناء، أن يعني يأخذوا بالمعلومات التي تقدم في هذه المؤتمرات ومتابعة الجديد من هذه المؤتمرات. نعم. طيب لو نتكلم عن الوعي الاجتماعي في ختام لقائنا، نبي نعرف وعي المجتمع في أهمية هذه الفئة والتعامل معها، وشلون نقدر يعني خلينا نقول نورث هذه المبادئ للأجيال القادمة بأهمية رعاية والعناية بهذه الفئة. يأتي هذا بالاحتفالات ب يعني الأيام العالمية لكبار السن. في دراسة للأستاذة منى العسكر والدكتورة مرضية بن محمد في المملكة العربية السعودية، عملوا دراسة في التحديات اللي يعني التحديات اللي تحصل لكبار السن. لذلك رأوا من ضمن نتائج الدراسة أن أهمية الاحتفال بالاحتفالات الوطنية أو الاحتفالات العالمية. لذلك أنت تدمجين كبير السن أنه هو يكون متفاعل مع هذه الاحتفالات، يعني يحتاج إلى إبراز دور في هذه الاحتفالات، مشاركته، ليس مجرد متلقي لهذه يعني مثلا المحاضرات أو الندوات أو غيره، ولكن يكون جزء فاعل في يعني إعطاء هذه المحاضرة، خاصة من ذوي كبار السن، الخبراء ودكاترة وأصحاب المهن. صحيح صحيح، واحنا بدورنا نقول لهم كل عام وانتم بخير بمناسبه اليوم العالمي للمسنين، وشكرا لك على هذه الخدمات اللي تقدمينها للمسنين وعلى رعايه الدوله للمسنين، وكل الشكر لضيفتنا الدكتوره اماني السيد عبد الرزاق الطبطبائي، دكتوره في اداره ورعايه المسنين وايضا عضو في الاتحاد الدولي للشيخوخه. من هذا اللقاء راح ننتقل الى زميلنا نجيب القحطاني، لكن بعد الفاصل.
مشاهدي الكرام، اصب عليكم الخير، اصب على منيا وعلى هاشم. مثل ما احنا عودناك في لغاتنا جولات، احنا اليوم موجودين في جوله تفتيشيه مفاجئه على جواخير منطقه تشبدلي، والبعض منها مخالف للشروط، منها مخازن، ورش عمل، مساكن للعماله السائبه تقوم بها اللجنه العليا بالهيئه العامه للرياضه بناء على قرار مجلس الوزراء بازاله التعديات بعد توزيع الانذارات على وافريق الرص. لكن نتكلم اكثر واكثر عن هذا الموضوع. معنا السيد خالد بناشي، نائب رئيس لجنة إزالة التعديات والمخالفات بالهيئة العامة للرياضة. أخوي خالد صباحك الله بالخير، يعطيك العافية، عساك على القوة. الله يقويك حبيبي أخوي نجيب. ولا طبعا الواحد يؤدي عمله في كل مكان في الميادين، واحنا الحين في لجنة إزالة التعديات المخالفة على المرافق الرياضية. وطبعا الهجن هي مرفق رياضي، احد المرافق الرياضيه اللي تستخدم لسباقات الهجن، وحاليا مثل ما انت شايف لقينا موقع احد المواقع اللي فيها بعد الرصد على المواقع مستخدم كمواقف للباصات ووجود عماله فيها. فحسب الاجراءات اعطينا انذارات مسبقه والحين قاعدين ننفذ على هذا لان اعطيناهم مهله. طبعا معانا الجهات اللي قاعده تشتغل في هذا الامر هي جهات بلدية الكويت، وزارة الكهرباء، لجنة الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء، البيئة، وزارة الداخلية، الجهات اللي نحتاجها في عملية إزالة التعديات. وكل جهة تقوم في واجبها حسب الاختصاص المناط فيها، من خلال سواء البيئة أو البلدية مخالفة نظافة البيئة، البيئة تقوم في عملية إزالة تأكد أن التلوثات الموجودة اللي سببها تواجد هذه الحيازة المستخدمة من غير استخدام للهجن والجمال سباق الهجن. بالإضافة إلى إخواننا في بلدية إذا كان هناك عمالة سائبة يتعاملون معها في هذا الصدد. نعرف انواع المخالفات اللي تواجهونها انت قاعد هذا الفريق ما شاء الله يرصد عندكم وزع الانذارات، وش المخالفات اللي تواجهونها دائما في منطقه شبد وخاصه بالتحديد في الهجن؟ طبعا احنا المخالفات اللي حد الان رصدناها طبعا وجود مصانع الحداده والنجاره ومصانع الاسفنج، بالاضافه الى مخازن مواد غذائيه. المخازن المواد الغذائيه طبعا هذا المكان مو مخصص حق مخازن مواد غذائيه او تحميل خضره من هنا وشبرات الخضره. الفود تراك اللي موجوده داخل سور الانديه الرياضيه وهذا مخالف عندنا في ان تكون هناك من غير نظام الاستثمار. بالإضافة إلى وجود سكن للعزاب وهذا طبعا مرفوض رفض كامل، بالإضافة إلى بعض الحيازات معدة كأعداد ليس لل يعني معدة بشكل ما أدري شلون. خلنا نقول إحنا الحين نلاحظ هذا الموقع باصات ما شاء الله يمكن ولا فوق تقريبا فوق 200 إلى 300 باص موجود في هذا الموقع. نعم هذا طبعا تم رصد هذا الموقع من قبل الإخوان في اللجنة وتأكدنا أن في وجينا وطلعنا عليه وعطينا انذار مثل ما هذا لإزالة، والجهة هذه بدأت أنها تزيل جزء من الإزالات، ولكن احنا عند موعدنا إزالة لأن اتخذنا إجراء قبل فترة وقلنا له هذا، وإحنا عند موعدنا في تطبيق الإجراءات الخاصة في إزالة الموقع منها وزارة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي. تقوم مشكورين في لجنة الضبطية القضائية معي أخوي نائب رئيس اللجنة أحمد الشمري. وطبعا تعاون المواطنين معاكم، يعني هذه الحيازة صاحبها موجود وتعاون معاكم وقال لكم أنا حاضر ومستعد اللي تبونه، هذا دوركم وعملكم وقوموا فيه. طبعا احنا قمنا بدينا نزيل بدام هو متعاون، طبعا تعاون لازم عندنا مواعيد محددة ولازم نطبقها. احنا اعطيناه موعد وهو حسب كلامه انه قاعد يزيل، وانا شايف انه في عنده اجراءات، ولكن احنا اساس نبين ونأكد ان احنا جادمين على عملية الإزالة. بالإضافة لأي الناس اللي عندهم اخوي اللي ودي اسألك، يعني قبل ان اختم اللقاء معاك ود عايز ننتقل حق ضيفنا الآخر، شنو ودك تقدم رسالة للي عندهم مخالفات في الهجن؟ طبعا رسالتنا للإخوان في اللي عندهم سواء الهجن او الفروسيات او اي مواقع رياضية، طبعا القرار يشمل جميع المواقع الرياضية الخاص اللي عندهم اي تعديات.
من ضمنها اللي هي سواء بالهجن او فروسيات لازم يتاكدون ان اللجنه راح مصره على اتمام عملها، وهذا العمل جاي منبثق من قرار الهيئه العامه للرياضه في ان الرياضه تعود للاشخاص الرياضيين لممارسه هواياتهم في مواقعهم. يعطيك العافيه السيد خالد بناشي نائب رئيس لجنه ازاله التعديات والمخالفات في الهيئه العامه للرياضه. السيد احمد صبحك الله بالخير شميلي نائب رئيس فريق الضبطيه القضائيه بوزاره الكهرباء والماء، دوركم في قطع التيار الكهربائي عن اي حيازه مخالف. اولا اسعد الله صباحكم جميعا ومشكورين على هذه التغطيه التي تاتي لنشر حملات الفرق الحكوميه الميدانيه بعموم المحافظات. حملتنا اليوم بالتنسيق مع لجنه التعديات وبمشاركة عدة جهات ووزارات حكومية تستهدف الحد والقضاء على المخالفات، كل جهة على حدة. طبعا فريق الضبطية القضائية وقطاع شبكات التوزيع الكهربائية يستهدف الحيازات التي تقوم بإمداد الطاقة لغير الأماكن حسب المخططات المعتمدة أو التمديدات المخالفة اللي تشكل خطر على سلامة شبكة الكهرباء خصوصا في فصل الصيف وأيضا سلامة قاطني تلك الحيازات. نتكلم عن هذه الحيازة، الآن يتم قطع التيار الكهربائي لأن فيها مخالفات موجودة، كذلك تبلغون صاحب الموقع فيما يتعلق بهذه الحيازة على سبيل المثال. ومثل ما ذكر أخوي بناشي قبل قليل، سبق أن قمنا بزيارة هذا الموقع، صاحب الحيازة أبدى تعاونه لرفع جميع التعديات، وحينها أعطينا فصل للتيار بشكل جزئي وأبلغناه أن المهلة بعد انتهاء المهلة سيتم فصل التيار بشكل كامل إذا وجدت نفس المخالفات. فحاليا الفرق بعد الانتهاء من إزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المختصة سنقوم بالتحقق من وجود تلك التعديات والغرف التي يقطنها سكن عمالة وتمديدات مخالفة تشكل خطر وترهق شبكة الكهرباء. تلاحظون مخالفات كثيرة موجودة، توجهون انذارات لهم خلال قطع التيار الكهرباء، شنو المخالفات اللي تواجهون أكثر شيء في هذه المواقع؟ فيما يتعلق بالحملة هذه والحملة السابقة اللي كانت مستبلات الجهرة واللي خدت صدى كبير، تتعلق بوجود نفس ما تم مشاهدته اليوم، وجود مصانع، وجود ورش حرفية، وجود مستودعات ومخازن تحولت من حيازات للهجن إلى هذه الحيازات إلى مصانع، وهذا طبعا مخالف لقوانين وقرارات الدولة، فبالتالي سيشكل عبء على شبكة الكهرباء. رسالة لكل من لديه مخالفة موجودة في الجواخير في أي موقع ما في هذا الموقع، شنو تقدم رسالة كنصيحة لهم أن زيل مخالفتك قبل احنا نوصل لك؟ طبعا فريق الضبطية القضائية ولجنة التعديات بشكل عام دائما ما ننبه قبل بداية أي حملة، وهذا بشكل عام نتمنى من الجميع التعاون ورفع تلك التعديات إذا كان مصنع أو ورش حدادة. فيما يتعلق بوزارة الكهرباء والماء نرجو إزالة أي غرف مخالفة وأي تمديدات مخالفة تتعلق بسلامة شبكة الكهرباء، لأن الفريق إذا وصل لن نستثني أي مخالف، وأنا دائما أقولها مقدرات الوطن خط أحمر لدينا، سيتم فصل التيار الكهربائي وتنفيذ محظر ضبط مخالفة. يعطيك العافية السيد أحمد الشميري نائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء. مشاهدي الكرام كنا معكم في هذا النقل الحي المباشر في منطقة شبد وفي منطقة الجواخير، كل لاحظت معنا في مخالفات كثيرة، في إجراءات كثيرة، الفريق مستمر في عمله بإزالة أي تعديات على أملاك الدولة. راح نرجع إلى منيا ولهاشم لتكملة فقرات برنامج صباح الخير، لكم الهوى تفضلوا. دائما شباب وبنات الكويت عندهم إبداعات في مجالات مميزة ومختلفة وهم مبتكرين في هذه المجالات. عندنا تقرير خاص عن إبداعات شباب وبنات الكويت، خلينا نشوفه معكم.
طبعا هوايتي بديت فيها تقريبا من سنة 2016. بلشت أول مشروع لي كان عبارة عن مطعم مصغر. يعني من زمان كنت أتابع الأشياء الصغيرة والأشياء الخشبية الحرفية، خصوصا يعني الأشياء اللي تكون على قولتهم منمنمة صغيرة وايد، فحبيت أن أجرب. كنت أتابع وايد فيديوهات باليوتيوب، بعدين شفت أحد المواقع يبيع قطع خشبية مصغرة، سويت سيرش أكثر، بحثت عن الموضوع، لما قدرت أطلبهم وصلوا لي وجربت اشتغلت على المطعم اللي كان هو أول مشروع لي، وللأمانة الأهل يعني كلهم ساعدوني فيه. وبعدين حبيت الموضوع أكثر وحبيت أتطور فيه زيادة، صار عندي أكثر من مشروع، سويت كافيهات، سويت غرف نوم، فيلا، مطاعم ووايد أشياء. للأمانة بالبداية ما كنت أفكر فيه كأنه يكون بزنس، كنت حابتها كهواية، يعني مجرد هواية، بس وايد ناس شجعوني وقالوا لي ليش ما تطورينه ويصير يعني بزنس. قلت أبلش، جتني فرصة أن أشارك في معرض صناع، المعرض الصناع العالمي، فقلت أن أغتنم هذه الفرصة، وبالعكس يعني راح يكون شيء وايد حلو بالنسبة لي. طبعاً كل قطعة عندي هو عبارة عن خشب، قطع خشبية مصغرة، وبالإضافة إلى مثلاً في وايرات، في كهرباء، في بطارية، في ليت، حق كل مجسم. الأشياء اللي أستخدمها طبعاً أستخدم الصمغ الحديد أكثر شيء عشان يعني تثبت معي الأشياء، والملقط طبعاً ما أستغنى عنه لأن راح أوريكم الأشياء وايد دقيقة وصغيرة، يعني ما أقدر لدرجة أن أمسكها بإيدي، فالملقط بالنسبة لي شيء أساسي. طبعاً الأشياء اللي أنا كنت أطلبها تعلمت منها وايد أن شلون أنا أصنع هالشيء بنفسي، يعني أنا كنت أطلب الخشب يجيني مقطع وأنا أقوم بتركيبه، بس مع الأوضاع الحالية ومع قاعدة البيت تعلمت أن أنا أقص الخشب بروحي وأنا أسوي المجسم الخاص فيني. فبما أن حالياً الهبة هي الكشتة، فقررت أن أصنع كشتة بنفسي وحطيت فيها كل التفاصيل وكل الأشياء اللي هبينا فيها كلنا، وأتوقع أغلبكم سووها. طبعاً في عندي مجسمات مو بس دور واحد، في عندي دورين، في عندي ثلاث أدوار، في أشياء فيها سلالم، فيها أشياء تتبطل، يعني حتى أستخدم البراغي وكذي عشان تتبطل، يعني تتبطل عندي المجسم، وداخلها تكون كل التفاصيل. يعني أنتوا تشوفون بالنهاية الشكل النهائي يمكن تشوفونه يعني وايد سهل، لكن هو جدا أشياء دقيقة وتحتاج صبر وجهد ووقت كبير. طبعا نصيحتي لكل شخص عنده هواية، لا تهمل هوايتك، بالعكس مارس هوايتك في وقت الفراغ وطور من نفسك أكثر، ابحث، اقرأ، اسعى انك تتعلم وتطور من نفسك لما توصل إن شاء الله حق اللي تبيه وتحقق أحلامك. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، نتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة وسعيدة بإذن الله. نلتقيكم الأسبوع المقبل إن شاء الله، نحن وأنتم في أمان الله.